بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير. أخباركم يا رب طيبين. اللهم ارحم والدي وموت المسلمين جميعا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخباركم إن شاء الله يا رب طيبين، وإن شاء الله يا رب بخير وصحة وعافية. اليوم وصلتني هدية جميلة وحبيت أشارككم هذا الطرد الرائع ونشوف إيش في داخل الطرد وإيش الأشياء اللي وصلتني. كل الشكر موصول صاحبة المتجر، وكل الشكر موصول الأخلاقها العالية، الله يسعدها والله يحفظها. وشكرا على الهدية الجميلة اللي أرسلتي لي إياها، ما قصرتي. الله يا رب كذا يقويك ويرزقك يفتحها عليك كذا من أوسع أبوابه. تعالوا خلونا نشوف إيش وصلني، أشارككم بعض الأغراض من هذا الإعلان الجميل. أول حاجة زي ما أنتم شايفين ما شاء الله التغليف رائع. طبعا أنا فكيت الأغراض وتفرجت عليها يعني، ورجعت غلفتها بطريقة تشبه تغليفها الجميل. أول حاجة وصلت لي منها هذا الصحن، طبعا أنتم عارفين مادة الريزن، تمام. أرسلت لي هذا الصحن من مادة الريزن، يعني شغل يدها ما شاء الله تبارك الرحمن، هاند ميد. شايفين جمال الألوان، شايفين الشكل، حبيت منظره على الطاولة. عندك ضيوف فيك تاخذين طقم، تاخذين مع بعض، تحطين فيه الحلويات، تحطين فيه اللي انت حابة، المكسرات، المعمول. اذا انت كذا طالبة جامعية يكون لك كذا خصوصية شوي على مكتبك. شايفين جمال الصحن ما شاء الله تبارك الرحمن وحجمه. ثاني حاجة وصلني منها كمان طقم مع الصحن، قاعدة للأكواب. مو بس قاعدة للكوب، فيك كمان لو جاك ضيوف تحطينها تحت كاسات الشاي عندهم بالألوان اللي انت حابتيها، أي ألوان تبغين هي تسوي لك ياها. طبعا هذا آمن بالغسيل، ينغسل ما عليه أي خلاف بصابون ومي اللي انت حابة. خلاص وآمن الاستخدام يعني. شايفين جمال المنظر، المنظر مرة جميل. شيء ثالث أرسلت لي كمان فواصل كتب، فيك تختارين العبارة اللي تبغينها على الفاصل تطبع لك إياها بالألوان اللي أنت حابتيها. يعني لو تحطين على مكتبك الفاصل الجميل هذا بالعبارة الحلوة، السعادة كوب قهوة وكتاب، وتاخذين معها كمان الصحن، وتاخذين معها القاعدة حقت الكوب. والحين تشوفون كمان الأشياء اللي أرسلتها لي ما شاء الله تبارك الرحمن، حبيت حيل شغلها. والأحلى يا بنات ادعموها، هذه بنت صغنونة يعني. أنا كنت يعني سعيدة أنه تعاملت يعني مع فئات عمرية كثيرة من النساء، أخواننا يعني الرجال، الكل طبعا كان محترم في قمة الأخلاق والأدب والاحترام. سعيدة أنه أنا قاعدة أسوي إعلانات الأشياء حلوة، الأشياء هادفة، الأشياء جميلة. والأسعد كمان أنكم تختارون أمصار لهذا الإعلان، وإذن الله تعالى أني أنا أكون قد ثقتكم دائما، وأقدم لكم دائما بمحتوى هادف، محتوى طيب، محتوى كذا لطيف يوصل لقلوبكم داخل الإعلان الحلو هذا. هنا كمان وصلني من عندها تعليقتين عشان الزمزميات أو الترامس أو البرادات اللي أنتم تسمونهم تبع الشاي والقهوة، تعلقينهم إذا حابة تحطينها على كوب أو حابة تحطينها على البراد. بوريكم الحين كيف أنا أسويها. حبيت العبارات شاي وقهوة يتعلقون كمان بالألوان اللي أنت حابة. إذا عندك أطقم ترامس تختارين الألوان وتسوي لك إياهم. طبعا معروفة مادة الريزن هي مادة زجاجية تقريبا، لو ضربتيها بالأرض ما تنكسر، ما هي قزاز يعني، ولا هي بلاستيك، ماني عارفة إيش هي، بس المادة جدا لطيفة وحلوة. ودائما أحب أتفرج عليهم باليوتيوب أو بالإنستغرام وأشوف طريقة إعداد هذه المنتجات الرائعة. على فكرة طريقتها متعبة، تأخذ منهم وقت وتحتاج خلط ودقة، ومنتجاتهم هي رخيصة أبدا. ما شاء الله تبارك الرحمن المنظر طلع مرة لطيف على الطاولة. شايفين دلعوا أنفسكم، خصوصا اللي يحبون التدوين. برضو إذا يبون يجونك نساء، مجلس نساء، تسوين قاعدات الأكواب الرجال، كاسات الرجالية بمجالس الرجال، ادخلي تفرجي على المنتجات اللي عندها. كمان أنا حابة أشكرها على الهدية الجميلة اللي بعثتها لبنتي، الله يسعدها يا رب. شكرا على ذوقك وعلى كلامك اللطيف اللي كاتبتيه. على فكرة دائما الكروت اللي ترسلوا لي اياها اللي فيها كلمات منكم انا ما ارميها. كل الهدايا اللي وصلتني منكم والاعلانات اللي فيها كروت، سواء اعلان نصه مدفوع او اعلان نصه مجرب، والله اني الكروت ما ارميها، اني احتفظ فيها وخليها عندي يعني. احتفظت بالكرت. وهنا كانت مرسلات لي لسارونا سلسله عليها اسمها سلسله
عليها اسمها سارة. فيك تختارين اللون اللي انت حابتيه، ذهبي ولا فضي، بس حبيت النعومة اللي بالسلسلة، حبيت الدقة اللي مشتغلة فيها الله يسعدها، برضو التغليف تحسين انها مقتنيات غالية ما تبغين تفرطين فيها. وهذه الكروت كانت مرسلت لي اياها مع المنتجات، يعني هي اعطتني اكواب، اعطيتني كروت، اعطيتني ما ادري ايش، كل حاجة حقت فاصل الكتاب والقاعدة، مرسلت لي عبارات لطيفة كمان، اكيد اكيد راح احتفظ فيها ما راح ارميها. يعني والله فتحت الاغراض وانا احس انها مقتنيات انا ما ابغى اكبها من لطافة التغليف اللي هي مسويته. الحين نجي هنا للصندوق الرائع هذا، انا ما ادري اقول فرحتيني ولا بكيتيني. الله يرحمه ويغفر له، الله يوسع عليه في قبره، الله يبلو دار خير من داره واهلا خير من اهله. الله يرحمك يا ابوي، والله يغفر لك ما تعاقب الليل والنهار. سوت لي تعليق للسيارة عليها صورتي انا وابوي، صورتي وانا صغيرة طبعا، وهذا ابوي جنبي الله يحفظه. طبعا الصورة متغمقة شوي لان جودة الصورة الاساسية اصلا تعبانة نوعا ما، غير سوينا لها تصفية وبعدين سحبناها. فشكرا شكرا من اعماق قلبي، شكرا. العبارة اللي وراء انا اخترتها، سأبقى أحبك حتى ألقاك، إي والله راح أحبك حتى ألقاك. الله يرحمه ويغفر له، يرحم أموات المسلمين جميعا. شكرا على لطافة التعليقة، حبيتها مرة حبيتها. حابة أقولك إذا تسمعيني، على الرغم من تجيني مبالغ مادية على الإعلانات وأستلم هدايا وما أدري إيش، هذه أجمل هدية لمست قلبي، أحلى هدية لمست قلبي. الله يسعدك يا رب، مشكورة مشكورة مشكورة، ما قصرتي. كمان أرسلت لي هنا تعليقة مفاتيح عشان سيارتي، تجي طقم مع تعليقة السيارة نفسها، يعني الميدالية عليها اسمي إلهام، تمام، نفسها أعلقها نفسها مع تعليقة السيارة، يعني أعلق عليها هذه الصورة، أعلقها بالسيارة، ميدالية المفاتيح أحط فيها مفاتيحي. شايفين جمال الهدايا اللي وصلتني؟ يعني أتوقع ألطف من كذا ما فيه وأحلى من كذا ما فيه. وما شاء الله التغليف، التعامل، كل شيء كان رائع، وكل شيء كان متقن. أنا أحب البنات اللي يشتغلون بأنفسهم، يتعبون على أنفسهم، تجتهد، ما تقول مثلا أستنى مصروفي من أبوي، أستنى مصروفي من ما أدري من، تشتغل وتتعب على نفسها وتجتهد على نفسها. الله يوفقك يا حبيبتي، وبإذن الله تعالى أشوفك بيوم الأيام من أكبر تجار الريزن بالعالم. ما شاء الله تبارك الرحمن، بالتوفيق يا عمري. راح أخلي لكم رابط متجرها بالإنستغرام تحت في صندوق الوصف، ادخلوا عندها واطلبوا من عندها وقولوا لها احنا جاي من طرف أم سارة. كمان راح أخلي لكم أسعار القطع اللي أرسلتها لي، بعض القطع زي تعليقة السيارة اللي حابة تسوي لزوجها ونت أخوها، كله راح أخلي لكم إياه تحت في صندوق الوصف. أشوفكم على خير بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.